ماذا يحصل على سهم أرامكو في جلسة تداولات اليوم؟ كما نلاحظ أنه في جلسة تداولات اليوم انخفض السهم بنسبة 2%، وذلك بفعل انخفاض أسعار النفط بحوالي 1.5%. يعود سبب ذلك إلى استمرار انعكاس تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمي، لا سيما فيما يتعلق بالعقوبات المفروضة على النفط الروسي، إضافة إلى ارتفاع المخاوف بشأن زيادة معدل التضخم العالمي. إذا كان نلاحظ أن السهم انخفض بنسبة 2%، وبالتالي خسر جميع المكاسب لشهر مايو. في المقابل، شركة أرامكو تخطت شركة أبل من ناحية القيمة السوقية، وذلك بعد أن انخفضت أسهم شركة أبل بنسبة 5% في جلسة تداولات أمس، وبذلك تصدرت شركة أرامكو قائمة الشركات الأعلى من ناحية القيمة السوقية، وبلغت قيمتها 2.4 تريليون دولار. ماذا عن النتائج المالية المتوقعة لشركة أرامكو؟ كما نلاحظ أن عمومية الشركة ستنعقد اليوم، وذلك للتصويت على زيادة رأس مالها إلى 75 مليار ريال، وذلك عن طريق إصدار أسهم منحة، حيث سيتم منح المساهمين سهما واحدا لكل 10 أسهم مملوكة في الشركة. أما بالنسبة للأرباح المتوقعة، فمن المتوقع أن ترتفع في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 85% لتتجاوز 38 مليار ريال. إذن هذه كانت أهم النقاط بشأن النتائج المالية المتوقعة لشركة أرامكو.